لكن الروافض قل أن تجد فيهم أمينا ثقة صدوقا ضابطا، قل أن تجد فيه. لأن الروافض شر من وطئ الحصى، يعني التشيع زمان هو أن تقدم عليا على عثمان بس، لكن لا تقترب من الشيخين أبي بكر وعمر. كان المتشيع أن ذا يوقر أبا بكر وعمر، لكن كل المسألة يقول كان علي أولى من عثمان بس كده. إنما الروافض قاتلهم الله أن يؤفكون، بكفروا أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، ويكفرون بقى طبعا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ولا سيما معاوية، ده في جهنم وبئس المصير، ويتدينون بذلك. ومنهم من بدعته كفرية، منهم بدعته كفرية الذين يعني يتوسلون بعلي ويستغيثون به، أو يقولون إن الرسالة كانت نازلة لعلي ولكن أخطأ جبريل وأعطاها لمحمد عليه الصلاة والسلام وهكذا. ده دول كفر خارجين من الملة. بعض أصحابنا بيحكي له إنه كان الشهر اللي فات في الصين، وبعدين رجل له مصنع بيجيب ناس حمالين يعني يشيلوا البضاعة من المكان ويحملوها على السيارات وبتاع الكلام ده، فجاب جماعة كده إيه يشتغلوا، فسمع الواحد من يشيل الصندوق يقول يا علي وإيه، ويشيل الصندوق ويحطه على البتاعة دي، فما عجبوش الكلام ده، كل ما يقول يا علي يمشيه تمام. وقعد يلتمس بقى واحد يتقي الله يعني، فواحد جاله قال له بص بقى إن أنا مشيت الناس دول كلهم عشان بقولوا يا علي، أنا عايز واحد سني يقول لا إله إلا الله يا الله. قال له أنا، جابه يحمل الصندوق يا الله وحطه على العربية، يا الله يحطه على العربية. بعد ما خلص وبيدي له الأجرة بتاعته قال له بصراحة أنت عجبتني أوي إنك أنت ما بتقولش علي زيهم. قال له لا دي علي دي أنا سايبها للتقيلة. يا ابن اللذينة ده أنت طلعت أكفر منه، ها يا الله ها خفيفة. إنما علي اللي يشيل تقيلة بقى، لما يكون بقى يشيل حاجة دي كده يقول يا علي عشان إيه يلحق علي يحملها عليه ولا يرفع عنه بعض العيب والكلام. دول الروافض بقى لإيه اللي هم شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان، واخد بالك؟ لا إحنا عندنا بقى إيه يعني في قبول الرواية قانونها الضبط الكامل العدالة. إذا كان الراوي ثقة ثبتا عدلا وكان متشيعا ويروي في فضائل أهل البيت نحن نقبل الروايات، زي مسلم ما قبل رواية عبيد الله بن موسى في علي بن أبي طالب والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق.